السؤال الآتي هو من الطالب علي جابر، يشكر سماحتكم ويقول: كيف نعرف دعاة الضلال في هذا العصر الذي يموج بالفتن وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ أول شيء لا بد أن تعرفوا أين تعلموا ومن أين تلقوا العلم، هذا أول شيء. ثانيا تعرفون منهجهم الذي يسيرون عليه، من يقتدون به، من يقلدون في هذا، يقلدون أئمة الإسلام وعلماء الإسلام أو يقلدون غيرهم، فلا بد من تمييز هؤلاء من غيرهم بمعرفة أين تلقوا العلم، من درسوا عليه، من نشأوا عنده، حتى يعرف أصلهم ومنهجهم وسيرتهم. نعم.